الانطلاقة متابعينا الأعزاء مشاهدينا الكرام. الشوط الرابع شوط الخيل المهجنة لأصيل التكافؤ للخيل المبتدئ والفائزة بسباق 80 وأقل. الانطلاقة مع 16 جولة أو 14 جولة من انطلاقة قوية على هذا الشوط. الصدارة والمركز الأول الآن مع الجواد منير آيز عبد اللطيف حسين العمادي على المركز الأول وعلى الصدارة. التحركات مع أوتم سانرايز يا سادة مربط الطارق خطف الصدارة الآن. رجالتي في المركز الثالث في وضع جميل. المركز الرابع مع رقم 13 ادعي محمد بن خميس الكعبي على رابع المراكز. خامس المراكز يبدو لنا بيبن ستريت من ناحية الخارجية يا سادة مربط الطارق. فعلا من التحولات الآن إلى المركز الأول وعلى الصدارة. رقم 4 أوتم سانرايز مربط الطارق على المركز الأول وعلى الصدارة. المحاولات القوية مع منير آيز في تقدم قوي لعبد اللطيف حسين العمادي. التحركات لبيبر آيز في منافسة قوية. رجالتي من الجهة الخارجية في تقدم الآن ومحمد بن خميس الكعبي مع أدعي في تحرك وسقوط أحد الخيال. تمنياتنا بالسلامة إن شاء الله. الخط المستقيم باتجاه خط النهاية. من سيكون فاز في هذا الشوط؟ بيبر ستريت في اندفاع قوي الآن. بيبن ستريت ورجالة ديال آمنة من الناحية الداخلية. الصدارة مع بيبن ستريت. السادة مربط الطارق أو السادة مربط المجد في اندفاع قوي الآن. مربط المجد رجالة في محاولة قوية. رجالة ديال الآن رجالة وبيبن ستريت. رجالة وبيبن ستريت. رجالة للسيد منصور إبراهيم المحمود إلى الصدارة وإلى المركز الأول. فعلا صدارة قوية لها نهاية. متابعين الأعزاء مشاهدينا الكرام المركز الأول رقم 11 الجاد رجالتي منصور إبراهيم المحمود تهانينا ألف مبروك. بيبن ستريت في المركز الثاني رقم 10 للسادة مربط المجد. المركز الثالث رقم 7 بليزرز روك لأبناء سالم فدغم الهاجري. رقم 6 في المركز الرابع رجم للسيد مبارك عبدالله المعضادي. والمركز الخامس رقم 13 ادعي لمحمد خميس الكعبي تهانينا ألف مبروك.